السلام عليكم خوتي حبايبي، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله يا ربي. اليوم بغيت نهضركم على المجتمع الجزائري، التفكير تاعو كي داير. مثال الاول اللي هو علاش الوالدين على بالهم باللي عندهم ولدهم راه يزعق على بنات الناس. يقول لك لا، راجل ما يعيش في حياته، ولو كان يجي واحد يزعق على بنتكم كيفاه؟ هذاك رخيص جايح فاسق. لا، هذاك ثاني راجل راه يعيش في حياته. المثال الثاني اللي هو علاش لو كان يجي واحد مولا درهم يخطب بنتكم تباتوا زغرتوا وديروا قلال، ولو كان يجي واحد مسكين ما عندوش مسكين قليل تباتوا تصلوا في صلاه استخاره، يا ربي الا هو مليح قد مهلي ولا ماشي مليح بعدها عليا. المثال الثالث علاش لو كان انايا بار اكزومبل انا لو كان ندي مرتي مرة تاعي نقلشها منا، على هضرنا يقولوا عليا مسحور، ولو كان واحد يتزوج باختي يقلشها يقول لك الله يبارك نعمه نسيب هالرجاله. كان معكم الفهيمي زبير بالحر.